بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سلسلة الكنيسة بيت الله وناخد موضوع بعنوان أمة مقدسة، وناخد تعبيرات قالها القديس بطرس عن الكنيسة. لو فهمناها هنفهم يعني إيه كنيسة كيان ومكان. كنيسة مكان، لكن كمان الكنيسة كيان، وده ما بيلغيش. ده جت في كلمات القديس بطرس لما يقول فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنموا به. إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح الذي استأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسة. كل دي تعبيرات عن الكنيسة. لتقديم ذبائح روحية مقبولة، يبقى في ذبيحة عند الله بيسوع المسيح. لذلك يتضمن أيضا في الكتاب، يعني في العهد القديم جت السيرة، هذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. لكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون الإيمان يعني فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عثرة. الذين يعصرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعلوا له. أما أنتم، أهي الحتة اللي أنا عاوزها أكتر، فجنس مختار، كلام عليكم بقى ككنيسة، وجهنوت ملوكي، يبقى في كهنوت، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، أما الآن فأنتم شعب الله. الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. من رسالة بطرس الأولى إصحاح 2. تعالوا ناخدها حتة حتة كده، لأن في معطيات أو أفكار هامة أغلبها مراجعة ليكم، بعضها يمكن يبقى جديد عليكم، لكن الغالبية أنا عارف أن أنتوا ولاد الكنيسة ففاهمين. أول حقيقة أو مبدأ روحي عايشين به أن الولادة الجديدة هي أساس فكرة الكنيسة، وفكرة كأطفال مولودين الآن ده بيكلم ناس كبار. إذا نحن عشان نبقى أعضاء في الكنيسة اتولدنا تاني، والولادة الجديدة عندنا لا تعني إلا المعمودية، عشان في أفكار غريبة كتير الولادة الجديدة دي تقبل. يعني تقبل؟ ما لازم تتعمد الأكت بتاع الولادة، الحركة بتاعت ولادة جديدة لا تكمل إلا في سر المعمودية. ده الإيمان اللي استلمناه من الإنجيل والرسل والقديسين لغاية النهاردة، لأنه في ولادات غريبة دلوقتي معروضة. كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. يبقى هنا شبهنا كلنا ان احنا ولاد الكنيسة اتولدنا جديد، دي حقيقة. المفروض اللي بيتولد جديد ده بيبي بيكبر لازم يتغذى، ففي غذاء هتاخده جوه الكنيسة. يبقى الكنيسة ولدتني والكنيسة هتغذيني، يبقى ده فكر قالوا الكتاب المقدس، كأن الكنيسة أم وكلنا عيالها، عشان كده كلنا اخوات في بعض من رحم واحد، وكمان بنتغذى من ثدي واحد. سوري في التعبير، لانه القديسين قالوا كده لما شافوا المسيح مثلا على ثدييه او على صدره الذهب ده كله، قالوا اصل الكنيسه بترضعنا عهد قديم وعهد جديد. فكأن الكنيسه كأم بترضعنا فكر الكتاب المقدس من العهدين، فده تشبيه ابائي يعني، وده لبن عديم الغش. كلكم كأمهات عارفين ان الطفل اللي يرضع بلبن امه يطلع صحته احسن كتير قوي من اللي ياخد لبن الشارع بدري.
وكمان الأم وهي بترضع بتحضن، الحضن ده لا يقل قيمة عن اللبن ذاته. الحضن ده في ذاته في حتة نفسية مهمة جدا للطفل، لا تقل فايدة عن غذاء اللبن نفسه بتاع الأم. في تعبير تاني القديس بولس يقول: جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد. يعني لما تعمدنا دخلنا في الجسد الواحد، يبقى الكنيسة كلها جسد واحد، وبالمعمودية دخلنا بقينا أعضاء، اتغرسنا جوه الكنيسة. يهودا كنا يونانيين عبيد أحرار، في الآخر كلنا بقينا واحد، جميعنا سقينا روحا واحدا. من هنا السيرة بتاعتنا، سيرتنا، السيرة دي رحلة العمر، يقول لك سيرة فلان يعني رحلة حياته. سيرتنا من ساعة ما تعمدنا أصبحت مش سيرة أرضية، أصبحت إيه؟ سيرة سماوية. ليه؟ لأنك اتولدت من فوق، أبوك في السماء وأمك كنيسة، يعني رجل سماء ورجل أرض، وبالتالي سيرتنا نحن في السماويات. احنا عايشين بشر فعلا غريب. ليه؟ لأن ما تبقاش عارف المسيحي ده أرضي ده ولا سماوي، يعني مخلط كده. هو فعلا كده، لأن سيرته دلوقتي سماوية بحكم أنه اتولد ولادة جديدة. في نفس رسالة بطرس يقول: مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. لازم في ولادة تانية، وهنا الإلحاح على كلمة ربنا. لما قبلنا الكلمة صدقنا الحقيقة، دخلنا بالإيمان على المعمودية. يبقى أول حقيقة، المعمودية مدخل العضوية أو مدخل الانتماء لهذا الجسد أو هذا الكيان العجيب اللي اسمه الكنيسة، اللي هو حتة من المسيح. طيب هناكل إيه في الكنيسة؟ قال: اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. اللبن اللي بتقدمه الكنيسة هو اللي أنا بعمله دلوقتي، هو القرايات اللي بتتقري في القداس، هو التعاليم اللي بناخدها من أول مدارس الأحد لاجتماعات الشباب للخدام بس هنا لازم يكون لبن مش مخشوش. يبقى القديس بطرس لمح انه ممكن اللبن ايه يتخلط بمية، يتخلط بقى بحاجات كده ايه بيضة، انما ايه ده لبن مخشوش. عشان كده ما تاخدوش تعليم من بره الكنيسة لو سمحت. تعليم اللي بره الكنيسة لبن مخشوش، شكله لبن بس هو مش لبن مفيد، هتبقى صحتك ملخبطة، هيجيب لك امراض. وده من يوميها نفس الحقيقة، حسبه من اللبن المخشوش. مش كل اللي بيقول كلام ربنا بيقول قصد ربنا، مش كل اللي ماسك إنجيل بيقول اللي ربنا عاوز يوصله من الإنجيل، في لبن كتير مخشوش. عشان تكبروا، عشان تنموا بيه، تصوروا واحد بيقول لواحد مثلا من أول ما يدخل: أنت خلاص مش محتاج تعمل ولا حاجة خالص، لأن المسيح بيحبك وفداك ودفع الثمن وأنت ضمنت الملكوت. لبن مخشوش ولن ينمو. ليه لن ينمو؟ لأنه ما قالوش لازم تجاهد ضد الخطيه، ما قالوش لازم تتغير والتغيير هياخد سنين وجهاد، ما قالوش اجتهد مع أن المسيح قال اجتهدوا، ما قالوش اسهر مع ان المسيح قال اسهروا، ما قالوش خاف مع ان المسيح قال خافوا. يبقى لبن مخشوش لانه قال له حتة وساب حتة تاني. خلط تعاليم سليمة بافكار غير سليمة، خلط مفاهيم كتابية بمفاهيم بشرية، فوصل في الاخر لبن مش مظبوط. بنفس المعنى ده القديس بولس مرة يقول ايه: الذي من جهتي الكلام كثير عندنا وعسر التفسير لننطق به، إذ قد صرتم متباطئ المسامع، إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان، تحتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداية أقوال الله. يعني بيقول: أنا كنت فاكر بقيتوا معلمين من كتر ما سمعتوا وعظ، إنما أنا شايف أنه لازم نراجع عليكم المبادئ، وده اللي أنا بعمله الحقيقة. أنا براجع مبادئ كنت أتصور أن كل الخدام فاهمينها كويس، لقيت كتير قوي من الخدام الأساسيات مهزوزة، المبادئ الأساسية مش ثابتة. فأنا بحاول أعمل زي القديس بول: صرتم محتاجين إلى اللبن لا إلى طعام قوي،
لأن كل من يتناول اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر. يبقى خلي بالكم، مش معنى أنك سمعت وعظتين ثلاثة بقيت خبرة، لا لا، ده أنت لسه بيبي، ما تستعجلش، اعمل معروف. أهو بولس بيقول كده، أنا بعد ما كلمتكم ده كله اكتشفت أن أنتوا لسه أطفال ويضحك عليكم بكلمتين. أنا كنت فاكر بقيتوا خبرة، يعني تعرف تميز كويس أن الكلام ده مخشوش ولا لا. الأم الواعية هي اللي تعرف تقول الأكل ده مضروب أو الأكل ده حامض. العيل الصغير ممكن يأكل ما ياخدش باله. يبقى احنا لازم نوصل الى درجة التمييز اللي تخلينا نقول احنا ده مظبوط ده مش مظبوط. اما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. يبقى قلنا ثلاث مبادئ لغاية دلوقتي. واحد، المعمودية مدخل الكنيسة، اساس الكنيسة، الولادة الجديدة هي اللي خلتنا اعضاء في الكنيسة. اثنين، الكنيسة بتغذينا بتعاليم المسيح الغير مخشوشة المتكاملة. ثلاثة، في تعاليم برة كنيسة مخشوشة كتير، لازم ناخد بالنا ولازم نوصل نميز بين المخشوش وغير المخشوش. من هنا يقول وجد كلامك فأكلته، يبقى الوجبة الدسمة المظبوطة الواحد يأكلها ويفرح، كان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. وهنا واحد يقول حاجة، معلش أكون صريح فيها، يقول لا أنتوا كلامكم في الكنيسة بتاعتكم بيضايق مش بيفرح. حسبه، في نوعين من الفرح، في فرح روحاني بجد يبدأ بالتوبة، وفي فرح نفساني مفهوش توبة. يعني إيه؟ ما انا ممكن كلكم اقول لكم ايه يا جماعه، بطلوا تجاهدوا، بطلوا تصوموا، ما تتعبوش روحكم، انتوا رايحين السما كده كده. انا بفرحكم بس الفرح ده غير روحاني. انا بشجعكم بس اللي انا بقوله ممكن يبقى كذب، لانه في ناس ابتدت وما كملتش، في يهوذا كان مع المسيح وهلك، يبقى اللي انا بقوله مش مظبوط. لكن هو الكلام اللي بقوله ممكن يفرحكم بس فرحه مش روحيه. لو انا وجعت قلبكم وقلت لكم احنا كلنا مقصرين، نحتاج نسهر، نحتاج نصوم، داخلين على يونان، خلينا ناخدها جد عشاننا وعشان ولادنا، ربنا يرحمنا ويغيرنا، انا بوجعكم وبضايقكم، بس الحزن اللي هتحزنوه في قلبكم هيفرحكم فرح روحي. تبتدي بحزن روحاني تنتهي بفرح روحاني، تاخد فرح نفساني تبقى موهوم، تبقى مبسوط انبساط مش روحي. في فرق بين الحقيقة والوهم. احنا مش عاوزين نكون عايشين وراء اوهام، احنا عاوزين نعيش في حقيقة قصدها الكتاب المقدس. الانجيل علمنا الباب ضيق وقال لنا قليلون هم اللي هيدخلوا، يبقى ده كلام يخوف، وقال لازم نشتغل، لازم نسهر، لازم نزق. ده ما بيقللش ابدا من عمل المسيح ولا نعمته ولا دمه ولا لا طبعا ما يقللش منه حاجه. الكنيسه بقى قال عليها اساس الكنيسه، قال قد ذقتم ان الرب صالح، الذي استأتون اليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار، كونوا مبنيين كحجاره حيه بيتا. شوفوا، كل حاجة في الكنيسة بتشاور على المسيح، ولو في حاجة في الكنيسة بتنسيني المسيح تبقى غلط. وهنا الحقيقة معلش هرد على سؤال متكرر بيقولوه غير الكنسيين، يقول لك انتوا لما تركزوا في القديسين بتنسوا المسيح. لو عملنا كده نبقى غلط، خلينا نقولها بشكل صريح، لو انا ركزت في ماري جرجس ونسيت المسيح يبقى فعلا انا ماشي غلط. بس انا بالنسبه لي كارثوذكسي متربي في الكنيسه، ما هو ماري جرجس، من هو الا صوره من صور المسيح؟ مين الانبا برام الا نسخه صغيره من المسيح؟ انا ما بشوفش في القديسين الا ربنا يسوع حبيبي، كلهم شبهه، كلهم بقوا قديسين بيه لانه قدوس القديسين، هم حتة منه،
انا ما طلعتش بره لما حبيتهم، دول بقيت عيلته، فانا عشان بحبهم بحبه، ولما بكرمهم بكرمه. وهو قال كده: من يكرمكم يكرمني. اذا الفكره العقلانيه الجافه ان اللي هينشغل بقديس هينسى المسيح فكره غلط. هو انا بكرم العذراء ليه؟ عشان ست طيبه؟ انا بكرمها لانها ام الله، كل جمالها وكرامتها لانها والده الاله. فحسبه من الافكار الغريبه، انا لا ارى في الكنيسه الا المسيح، اشوف ابونا المسيح، اشوف اللي على المسبح المسيح، اشوف الايقونه اشوف المسيح، اسمع الانجيل اشوف المسيح، اسمع لحن اشوف المسيح، اسجد للارض اشوف المسيح. احنا ما عندناش غيره، ملناش غيره، هو حياتنا، هو الكل في الكل. كنيستنا الغرض من طقسها أن تجعلنا محاصرين بهذا الأساس طول الوقت، ما عندناش أساس آخر إلا يسوع المسيح، ما فيش في حياتنا غير كده. وبعدين يقول إيه في كورنثوس 3: ولا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، اللي هو يسوع المسيح. لكن فوق الأساس كل واحد يشوف بيحط ايه. في واحد في الكنيسة واقف بيصلي بحرارة بيحط ذهب، وفي واحد بيصلي بفتور بيحط قش عشب، في واحد بيخدم من كل قلبه بيموت نفسه ده بيحط فضة حجارة كريمة، وفي واحد بيخدم طلصقة كده خشب. ستمتحن النار عمل كل واحد، يعني ايه؟ مش كل اللي بيبنوا في الكنيسة بيبنوا زي بعض، وربنا واعي كويس قوي. اللي بيحبه بجد وبيحط عليه على هذا الأساس حجارة كريمة، ولا بيحط عشب وقش. وبعدين يقول: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا. سؤال: هو بطرس بيكلم يهود ولا بيكلم مسيحيين؟ بطرس بعت الرسالة دي في الستينات، بطرس مؤتمن على المسيحيين اللي من أصل يهودي، بطرس بعت رسالته للمؤمنين، مؤمنين بالمسيح، بيقول لهم خليكم كهنوت مقدس. يبقى في كهنوت في الكنيسة ولا لا؟ في كهنوت طبعا. فالكنيسة اللي ما فيهاش كهنوت، مع احترامنا، احنا ما نقدرش ندخلها، لأن مش ده اللي قصد، مش ده اللي ربنا عمله. عامل إيه طيب؟ مع احترامنا الشديد ليهم، بنحبوا ربنا، بيحبوه وإحنا بنحبه برضه، لكن أنا بدور على الكهنوت، لأن المسيح قال كده. بيت، أيوة بيت، والبيت ده فيه كهنوت، وبنقدم ذبايح. هيقولوا: ما إحنا بنقدم أجسادنا ذبيحة، والذبيحة الحقيقية اللي على المذبح دي إيه؟ في ذبيحة حقيقية ملناش غيرها، هي ذبيحة الصليب، هتفضل طول الأجيال موجودة، لأن المسيح له المجد ملوش زمن، ما يتحصرش في معاد. هو إحنا بنتناول أنهي جسد المسيح؟ هو مفيش غير جسد واحد، جسد المسيح المعلق على الخشب، جسد المسيح اللي قام من الموت، جسد المسيح اللي اتولد في المسود، جسد المسيح اللي قاعد في المجد الأبدي. هتقول لي الكلام الغريب ده، أقول لك: ما هو ده السر. سر يعني فوق العقل، سر يعني مش هينفع قوي تلمها في دماغك. هو ربنا ببساطة بيكلم عيال صغيرة وقال لهم: ده جسدي، تقولوا ايه عيال؟ آمين. ومش هيتناولوا غير العيال. يعني ايه العيال؟ أقصد اللي داخل بيركن عقله شوية ويقول له: اللي تقوله أنا هقول وراك آمين، وانا هقعد اتفلسف، انت اللي فاهم. احنا كنيسة اطفال. يعني ايه كنيسة اطفال؟ يعني احنا يا كبار بنصغر ونبقى اطفال عشان نقبل كل حاجة بالايمان. احنا كنيسة عايشة بسلام وتسليم. ربنا يسوع بيقول: خدوا كلوا جسدي. ما بنقولوش ازاي وشمعنا وما ينفعش، ده كلام اليهود على فكرة، قالوا له ما ينفعش، قال لهم: وكمان ما ينفعش تدخلوا السماء. احنا بقى عيال صغيرة، قال لنا: خدوا كلوا جسدي، قلنا له: هات، وفتحنا بقنا بسعادة. يبقى هي دي فكرة كهنوت لتقديم ذبائح روحية. احنا بنقدم اجسادنا ذبيحة صحيح بالصوم والصلاة،
لكن هناك الذبيحة الحقيقية اللي ملهاش بديل، احنا بناكل المسيح ونموت مع المسيح في صلواتنا وأصوامنا. يقال عن الكهنوت: كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. شوفوا بقى الطقس الحلو، أنا لما ألبس جلابية بيضة كل لما أدخل الكنيسة ألبس المسيح، ألبس البر. كنيسة بتفكرني وتقول لي إيه؟ استخبى أنت أسود، استخبى جوه المسيح، لأن الشعب الطيب ده عاوز يشوف المسيح مش جاي يتفرج عليك. الناس دي كلها جاية عاوزة المسيح وانت مش شبهه قوي، فالبس الأبيض ده يسترك. فهمتوا المعنى؟ فالكاهن لما يجي يقدس يقول في سره وهو بيلبس التونية: أعظمك يا رب لأنك احتضنتني. يعني إيه؟ يعني اعمل معروف، غطيني واسترني وخليك انت اللي في وش الناس، لأن الناس دول شعبك عاوزينك انت هم عاوزيننا. وبالتالي الكاهن يختفي في الليتورجية عشان المسيح يبان. والتعبير البسيط بتاعها هي التونية البيضة دي. الكنيسة بقى يقال عنها: أنتم جنس مختار. الحتة دي بقى طبعا تدخلنا، تعرفين لما اليهود قالوا جنس السامي بقى وعملوا قصة السامية، إحنا الحقيقة جنس مختار. يعني إيه؟ بس إحنا مش بنفتخر بأن إحنا مختارين بنوع من العظمة والتعاظم عن الناس، لا، إحنا ناس غلابة، لكن كمان إحنا فرحانين أن إحنا مختارين. إحنا جنس مختار، يعني إحنا تمتعنا بما تمتع به إبراهيم المختار، لأن أبونا إبراهيم أختير دون كل البشر. ليه؟ عشان صدق. ومن خلال أبونا إبراهيم اتعامل شعب مختار، بس الشعب المختار ما مشيش على إيمان إبراهيم فترفض من الاختيار. دخلنا إحنا بقى، إحنا مختارين لأننا مؤمنين بالمسيح له المجد وبكلامه وبكل اللي قاله وعمله، واستلمنا ومشيين على نفس الخط. يقول: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم في المحب. يقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم. شيء مفرح أن الواحد يقول: يا رب أنا كنت صغير أنت اخترتني من قبل ما أعرف، أنا ما استاهلش أن أنا أكون ابنك، لكن أنا عاوز كل الناس تبقى مختارة زيي. أتمنى أجيب لك كل العيال يتمتعوا بالبنوة زي ما أنا فيها كده. الآية دي مهمة أحبائي، وأنتوا خدام لازم تفهموا. يقول إيه؟ معلش ركزوا في التعبيرات دي لأنها تحللنا كذا أزمة لاهوتية. بطرس الثانية واحد يقول: لذلك بالأكثر. بالأكثر دي تعود على أن الموضوع كبير قوي وخطير قوي، والسماء مستنيانا، والمسيح حط سيستم لدخول السماء ما فيش غيره. فاللي يفهم ده كله: اجتهدوا اجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تذلوا أبدا. في هنا حقيقتين في الآية دي لازم أراجعهم. الاجتهاد ضرورة لدخول السماء ولا لا؟ 100%. نفس التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع لما سئل: أقليلون هم الذين يخلصون؟ قالوا له سؤال صريح كده: ما تقول لنا من الآخر مين اللي داخل، كتار ولا قليلين؟ ما قالش لا كتار ولا قليلين، قال نفس الكلمة بالحرف: اجتهدوا، اشتغلوا، لأن كثيرون سيطلبون أن يدخلوا ولن يدخلوا. ليه؟ لأن هما ما اجتهدوش. يبقى اللي بيلغي الاجتهاد أو اللي بيلغي الجهاد بيضيع السماء من إيده. اجتهدوا، دي حقيقة. وعشان كده كنيستنا غاوية اجتهاد وغاوية جهاد، وعشان كده ما بتعجبش ناس كتير. ليه؟ لأن الناس مش عاوزة تتعب، الناس مش عاوزة صيام يوناني يجوعونا لغاية 4-5 ويفطرونا على فول يوجع البطن، ومش عاوزة نطلع من الصيام أسبوعين وندخل في صيام كبير مش راضي يخلص، وفي الصيام نقعد مطانيات لما ظهرنا يتقطم، وبعدين نتكلم بحساب وننام بحساب. ايه الغلب ده؟ لا، ده مش غلب، دي سكة السماء. ولا هنضحك على بعض ونلغي ده كله وبالمرة نلغي اللي قاله المسيح؟ اجتهدوا.
وبعدين يقول ايه؟ خلوا دعوتكم واختياركم ثابتة لأنها ممكن تذلوا. يعني تذلوا دي يعني ايه؟ يعني ممكن تتزحلقوا ما تكملوش. احنا جنس مختار لكن لا يعني بالضرورة ان احنا كلنا هندخل السماء. احنا مختارين طبعا، مش انتم متعمدين ومتناولين وحاجة حلوة؟ بس خلي بالكم، خليكوا ثابتين في الاختيار، لان لو ما ثبتوش في الاختيار بالاجتهاد مش هتكملوا المشوار للاخر. يبقى ضمنيا الآية دي بتعني ايه؟ ان هناك مختارين لن يكملوا الطريق للآخر. أشهرهم يهوذا، مش المسيح اختاره؟ ولا كمان يهوذا ده ما كانش مختار، ده اختاره دونا عن ألاف، يبقى واحد من أقرب الناس، واداله سلطان يعمل معجزات، ويحسب كاهنا، ده يحسب رئيس كهنة كمان، ده رسول، إنما لم يثبت. فبيقول إثباته في الاختيار، الثبات يحتاج اجتهاد. يبقى في حقيقة في الكنيسة. ليه بقى قاعدينكوا يا عيني وانتوا تعبانين كده وتناموا وتصحوا حالتكوا حال؟ معلش الاجتهاد ده كويس، الاجتهاد ده كويس، لكن اسهل تروحوا تفرجوا على التلفزيون وتناموا وتاكلوا خلاص. بس ده خطر. يبقى احنا فاهمين الحكاية صح، لأن الإنجيل علمنا كده، مع كنا جنس مختار لا جعلنا نتباهى ونقول إحنا أحسن من حد، لا، إحنا بنقول خايفين لاختيارنا ما يكملش، خايفين على نفسنا، لكن حاليا لا، إحنا مدعوين ومختارين طبعا. أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، بيعدها تاني، أنتم كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء. من هنا أمة مقدسة دي يعني إيه؟ يعني الشكل الطبيعي لنا كلنا نحن نبقى شبه القدوس. يقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. ما يصحش واحد فينا تطلع عليه سيرة وحش، لأن احنا أمة مقدسة، الكنيسة شعب اقتناء. نختم. أما أنتم فجنس مختار. الشاطر يحفظ معايا الآية دي، أربع صفات للكنيسة لغاية شعب اقتناء. أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوك وأمة مقدسة شعب اقتناء. يلا نقولها مع بعض. أما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوك أمة مقدسة شعب اقتناء. بما أن أنتم بتعرفوا تقروا هنشيل الكلام من قدام عينيكم عشان تسمعوا. أما أنتم فجنس مختار ملوك أمة مقدسة شعب اقتناء. كمان مرة. أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوك أمة مقدسة شعب اقتناء. شعب اقتناء يعني شعب اقتناه المسيح لنفسه، اشترانا، احنا قنية، يعني احنا ملكه، احنا بتوعه، احنا بتوع المسيح طبعا، اكيد ما نقدرش ننكر الحقيقة دي. طب بدل احنا بتوع، دورنا ايه؟ لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة الى نور الحجب. يبقى اللي ساكت فينا لا يخبر بفضائل الذي دعاه مقصر جدا وملوش حق. مش انت من الشعب المقتنى؟ مش انت من الامة المقدسة؟ امال ليه ساكت ما بتتكلمش عن ربنا ليه؟ لا تخبر بفضائله ليه؟ أنتم لم تكونوا قبلا شعبا، أما الآن فأنتم شعب الله. فعلا تاريخيا احنا ما كناش شعب الله، كانوا اليهود شعب الله، لكن دلوقتي أصبحنا إيه؟ نحن شعب الله المختار. مش احنا بس اللي قاعدين في الكنيسة يعني، لكن نحن شعب الله المختار، ده الشعب الجديد اللي اختاره. الذين كنتم غير مرحومين كأمم قبل المسيح، الأمم وثنيين هالكين، أما الآن فمرحومون. مرحومون دي كلمة حلوة، يعني إيه؟ يعني مفتوح لنا بقى بالرحمة. ليه؟ لأننا شعب اقتناء. يبقى ربنا نقلنا نقلة كبيرة قوي من عالم ما كانش يتبع أبونا إبراهيم بالنسب، إنما النهاردة بنقول أبونا إبراهيم، أبوك بحجة إيه؟ بحجة الإيمان مش التناسل.
لان ربنا جه مره وقال ايه، ما ربنا ممكن يعمل من الحجاره اولاد لابراهيم، ايه شغلانه؟ لكن لو كنت اولاد ابراهيم تعملوا اعمال ابراهيم. اه احنا بقى عاوزين نعمل اعمال ابراهيم. امن ابراهيم فحسب له برا. هنعيش مع ربنا زي ما ابونا ابراهيم عاش، عاش غريب وعاش مرفوض وعاش ملوش في الدنيا كتير، لكن خليل الله، صديق الله. كلنا مدعوين ان نكون اصدقاء الله عشان نرث ميراث ابونا ابراهيم. شعب اقتناء دي كمان حكاية، ما كنتوش شعب بقيتوا شعب، ما كنتوش مرحومين بقيتوا مرحومون. اللي من اصل يهودي يلقطها على طول، اصل في هوشع نبي زمان ربنا قال له اتجوز واحدة شريرة بس بعد ما تتوب وهات منها عيال وانا هسمي لك العيال. حاضر يا رب. فسمى واحدة اسمها ايه؟ لو عمي. سمى واحد لو عمي، يعني لستم شعبي. تصوروا الطفل يتولد يعني اسمه لو عمي. ايه لو عمي؟ يعني لو عمي في العبري يعني مش شعبي، اسمه كده. فهوشع يقول لهم اعرفكم بابني، ابني اسمه مش شعبي. فيقولوا له يعني ايه؟ يقول لهم عشان ربنا بيقول من هنا ورايح انتم مش شعبي. ده بيقول لليهود. وقال له نشوف اللي بعده. وقبلها كانت ايه؟ بنت. بنت اسمها ايه؟ لا رحمة. مش بنت اسمها رحمة، احنا عندنا بنات اسمهم رحمة. لا، البنت اسمها لا رحمة. فيجوا يهنوه مبروك عليك البنت، يقول لهم لا رحمة. لا رحمة ليه؟ لا رحمة لليهود. خلاص، اذا هوشع يتنبأ عن نهاية الشعب اليهودي. لا رحمة لكم ولستم شعبي اني مور. تاني، طب مين بقى اللي هياخد الرحمة وهيبقى الشعب؟ العهد الجديد. فعشان كده بيقول كنتم غير مرحومين الآن مرحومون، كنتم لستم شعبي أما الآن فأنتم شعبي. فهمتوا العلاقة؟ هوشع قفل على اليهود كنبوة، وبطرس قال لنا مبروك عليكم خدتوا انتوا اللقب، انتوا اللي مرحومين وانتوا اللي شعب مختار. نختم ونقول الكنيسة شعب كارز. كل كنيسة شغلتها تكرز، كل كنيسة تقول أمين أمين بموتك يا رب نبشر. ليه؟ لأن أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. ربنا يدينا نعمة إن احنا نتمتع بكنيستنا ونفهمها صح ونثبت فيها. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.